بي يا غشا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسى، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا سيدي يا رسول الله. Tepuk tangan bersama-sama. يا سيدي يا حبيب الله. يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله، يا محمد صل عليه، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيب الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيب الله، يا محمد صل على سيدنا محمد. هذا رسول الله Oh.
Thank you.
Oh,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن الواضح البرهان المرصود في الوجود كرم. عدم شنه خلق الخلق لهم ودوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت بها تداري القسمة. صلى الله عليه مصرف خلقه وعجل عبد الرحمه تلقت إرادة العنصرية بالجهاد العبد المحبوب فانتشرت أنشر شرفه في أوائل الشهادة والغيوب. عجل هذا المن الذي تكرم به المنان ونظم هذا البدل الذي برز من حضرة الإنسان شورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأثرت بوجود الأكناف والوجود ودرست كل العوالم بدراسة التقريب. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. وله الحمد الذي لا تنحشر افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من آلام الإمكان شورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده تكرار وتكراره بالأنفان فما من شر تصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب سروره قد ولا بحبيب أمل عنا من ولا كلا من شرف الوجود بنور غمر الكون بجده وجماله قبل أن يلم قوم ودنها بمده وتعالى رهدته العيون بما سلته بشرا كاملا يزير طلالا قد رضربة في جونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما ينتج عن وصفه اللسان ويترق بعقل معانيه الجنان بالبطن والظهور ما ملا الوجود خلقها النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما تفجله هذه البشارة وتلقها بقلبنا صالح وقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها لسان أما تضمنه الجنة من التصديق بها والإذان تسقط بها في السرور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذان والتصديق شواهد. صلى الله عليه محمد عبد الصديق وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه بفضله ونفله. صلى الله عليه أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فخلق الرسالة وأدى الأمانة
وهدى الله بي من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. أعظم هام منة كرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. صلوات واجمعها واسك التهية وأوسعها على هذا العبد الذي وقع بأك العبودية وبرز فيها في قلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواد الهمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقي به وحبه ويكتب بها بين يد الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين تتبع صوت المجد بقرب صلى الله عليه وتفيعوا دلال الشرف الاصل بوده وحبه ما قدر الاكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحتى الاتيار تشنو في ليالي المولد Oh,
Yeah.
Oh,